حسين رئيس قطاع الإدارة البيئية في جهاز شؤون البيئة، وهو ابن من جامعة عين شمس. الحقيقة الدكتور عطلة، مجرد أنا من أسبوع واحد بس كنت بشتكيله إن في مشروع على تنمية بحيرة البردويل وبيستخدموا فيه الحديد عشان يعملوا فلارشينج للفايتو بلانكتون، بيدخلوا الحديد في أنظف بحيرة في مصر، بحيرة البردويل اللي هي فيها محمية الزرانيق. ولما قريت هذا المشروع لقيت إن هم عايزين يلوثوا أنظف بحيرة عندنا، اتصلت بيه، وفي يومها اتصل بي رئيس الأكاديمية ومدير المشروعات في الأكاديمية وقال لهم إن أي مشروع يتعمل على البحيرات أو على البحر الأحمر أو المتوسط أو عموما لابد إن هو نرجع لجهاز شؤون البيئة وياخدوا الموافقة بتاعتها قبل ما يبتدي الشغل في هذه البحيرة وهذه المنطقة. حقيقة فامبارح الصبح لقيت رئيس الأكاديمية البحث العلمي بيتصل بيا بيقول لي ده بناء على الشكوى بتاعتك. قلت له ايوه. فقال لي طب ليه؟ احنا كده حطينا عبء زياده على المشاريع، احنا هنخلي لازم يبقى في موافقه لجهاز شؤون البيئه. قلت له افضل طبعا، ما احنا ندمر البيئات بتاعتنا والبحيرات بتاعتنا. فانا بشكر شكر خاص للدكتور عفوا على الخطوه اللي عملها وبسرعه جدا، ويتفضل يقول كلمته. دكتور عفوا اتفضل. السيد الدكتور عبد الله ابراهيم، السيد الاستاذ الدكتور مجدي خليل، السيد الاستاذ الدكتور محمود رضا شار، السيد الدكتور محمود حسين، سياده العميد طارق عيسى مناصر الكريمه، سيدات والساده الحضور، يعني انا ليا شرف النهارده ان انا اكون مع حضراتكم في المؤتمر المهم، وده المؤتمر العشرين، وانا تشرفت ان حضرت مؤتمرات وانا لسه حتى بدرس تحت اشرافي الاستاذ الدكتور عبد الله والاستاذ الدكتور مجدي، ولي شرف ان هم اشرفوا علي وعلموني في مجال تنميه البحيرات المصريه. السيدات والساده الحضور، في البدايه اوجه خلوص الشكر على الدعوه الكريمه لحضور هذا المؤتمر الهام. كما ارد الاشاره على توجيه الشكر الخاص للاستاذ الدكتور عبد الله ابراهيم والاستاذ الدكتور مجدي خليل. فانت شرفت ان تعلمت تحت اشرافهم. السيدات والساده الحضور، على جهود كثيرة يتم تطلعها لحماية البيئة المائية والموارد الطبيعية في مصر وحماية البيئة المائية على مجرى الخصوص، مجرى نهر النيل وفروعه والبيئة البحرية وكذلك البحيرات المصرية. ونأمل أن تكون هذه الجهود يعني تحققت نتائج المنظمة. وفي جهود أخرى طبعاً أو من الجهود دي تم تشكيل لجنة عليا لحماية نهر النيل وتبقى السيد رئيس الوزراء وعضو مجموعة من السادة الوزراء وتحتها أمانة فنية ممثلة أو ممثل فيها السادة وكلاء الوزراء. اللجنة دي اشتغلت شغل كبير، حضراتكم شفتوا في نشاط ملموس جداً جداً لهذه اللجنة خلال فترة فيما يتعلق بالتلوث والتعديات وخلافه، وفي جدية كاملة للتعامل مع موضوع نهر النيل. في لجان خاصة بتنمية البحيرات المصرية، وممكن أنا تشرفت حضرت اجتماعات لهذه اللجان في وزارة البيئة منذ سنتين. في لجان لإعداد المتطلبات البيئة الخاصة لحماية قناة السويس أو تقييم قناة السويس، هنتكلم عن تقييم قناة السويس، هنتكلم من أول العين السخنة عند بورسعيد، عندنا بحيرات، عندنا المجرى الملاحي، وعندنا الجزء الخاص بخليج السويس والجزء الخاص بالبحر الأحمر. بيتم عليهم جهود علمية رائعة دلوقتي بالتعاون مع معهد علوم البحار ومع هيئة قناة السويس ومع القوات المسلحة كل الجهات. وأنا شرفت إن أنا بفكر بوينت بتاع الوزارة في هذا البرنامج. بالضبط إحنا يعني في دراسات جادة جدا في موضوعات الـ EIA، في بروتوكولات وقاعدة المانجمنت أو الإنفيرمنتال مانجمنت لكامل التقييم، في خطط رصد بتتم حاليا بجانب خطط رصد بدات من 98 على، وفي نتائج موجوده وعملنا لها انتربريتيشن وعارفين اذا كان هناك مشاكل موجوده من ايه ومصادرها ايه والتركيزات الملوثات عباره عن ايه. في لجان بتدير هذا العمل على المستوى الاقليمي ولجان على المستوى المركزي، وفي متابعه من رئيس الجمهوريه شخصيا ومن رئيس الوزاره، وفي تقارير دوريه بصفه دوريه شهريا بتصل بالنتائج اللي احنا بنعملها.
في مجموعة عمل موجودة حاليا في برشلونة بتعرض وبتدافع عن موضوع إقليم قناة السويس، لأن إحنا مرتبطين بالبحر المتوسط وما يسار حول هذا المشروع من حيث حركة الأجناس وخلافه. يعني أنا متفائل إنه الموديل اللي هيطلع على حماية البيئة البحرية في مصر هيكون فعلا تقليد، معمول فيه موديلنج، معمول فيه مونيتورنج، معمول فيه مجموعات عمل جامعة قناة السويس مع دكتور البحار وجامعة القاهرة مع خبراء كمان أجانب مدرب هندسة شاركوا في هذا العمل. أنا أعتقد الجهد ده هيبقى ساينتفك فيز جامدة جدا أو مهمة جدا جدا علشان نشتغل على الانفيرمنتال مانجمنت بتاع قناة السويس، وده داخل فيه كمان البردويزي أشار ليها الدكتور مجدي والموضوعات اللي كانت فيها والحمد لله إحنا وقفنا الإجراءات اللي كانت ماشية. في كمان مرحلة أولى ودي بتخص الجزء اللي اتكلم فيه الدكتور مجدي على ال 15 مليون متر مكعب سنويا واللي بروح منهم 7.2 المنزلة، وطبعا في جزء بروح على كان أو لازال حاليا بيروح على ترعة السلام، وحضرتكم عارفين إنه سينا أنسبويد منطقة بكر فدخول المياه المختلطة بالصرف بأنواعه هتأثر على السوبر هيحصل كونتمنيشن وده هيؤثر على التصدير بتاع المنتج بتاعنا. احنا هننتج كده مشاكل الدلتا، لكن كانت القيادة عندها رؤية واعية. في مشروع ب 4 مليار على مدار 3 سنين بيخدم 769 قرية كلهم في الدلتا الواقع للصرف الصحي على بحيرة يعني على ترعة السلام وبحيرة الدلتا. الأمر ده هيكون مهم لأكثر من هدف. لو احنا بنتكلم على وين وين يبقى أكثر من وين، بنتكلم على تحييد المشاكل اللي كانت بتنزل في ترعة السلام وتعدي على سينا، يبقى احنا كده فعلا بنحافظ على موردنا الطبيعي لأحدها الأرض، الأرض البكر اللي هي موجودة في سينا، وده البوتنشال بتاع التنمية في مصر حاليا. لو بنتكلم على مية مستحيل هنعالج كمية المية من 769 قرية وبعد كده نرميها. في توجه دلوقتي مع مجموعة عمل توقع بروتوكول في مجلس الوزراء الأسبوع اللي فات إن إحنا لازم نعمل ريوزنج إعادة استخدام لهذه المية طبقا بقى للكود المصري والقوانين المنظمة هنستخدمها في إيه؟ طبقا للتكنولوجيات المعالجة والكواليتي وأوراق. وهنبدأ كمان إحنا هنحل بقى الهيلث إمباكت اللي بيحصل على أهلنا في هذه الكرة. بتراجع فيليجز كانت ما عندهاش هذه الخدمة والناس كانت بتتعاني والصرف فيها وده حتى كان بيدمر الثروة العقارية اللي موجودة، ودول ناس كانوا عارفين ببساطة. فالمنشأ هناك ضعيف والصرف فيها وده العادي، فالناس دي بيحصل لها مشاكل. الحمد لله أنا عايز أقول إن ده نموذج لبرنامج جاد جدا هيبقى ليه دايركت إمباكت على موضوع المؤتمر، وده الحكومة بتتبناه بجانب. الأول الثاني حضراتكم عارفين إن إحنا عندنا أكثر من 7 أو 8 مشروعات دلوقتي كبرى أو مية كبرى. الحكومة خدت على نفسها التزام كوميتمنت، أنا مش بدافع عن الحكومة، أنا بتكلم حقيقة، أنا مصري قبل ما أكون موظف في الحكومة. بتشرف إن أكون مع حضراتكم النهاردة وأنتم العلماء. أنا بنقول لكم اللي بيحصل على المستوى التنفيذي، لأن ده بيقول إن في مؤشر إن إحنا يعني وي شود بي أوبتمستيك، بس لازم نشتغل. المشروعات القومية كلها النهاردة ما فيش مشروع بيقام في مصر من أول قناة السويس لعند الساحل الشمال الغربي لعند موضوع حضراتكم شفتوا التوقيع اللي تم مع أحد بيت الخيبر عشان نعمل الدراسات البيئية والمخطط العام بتاع المثلث الذهبي. كل ده الحكومة النهاردة بتحط ألف بين أي مشروع دراسات تقييم الأثر دي. حتى التشريعات اللي طلعت في 5-6 تشريعات كان شرف من وزارة مع زمايل ان احنا نبص عليهم اللي هي مسودات او مقترحات المشروعات، سواء مشروع التنمية المحلية او الاستثمار او المناطق الاقتصادية الخاصة. كل ده انا بطمن حضراتكم ان الانفيرمنتال دايمنشنز او الابعاد البيئية كونسيدر بروبيت ده هذه القوانين. فاحنا الحمد لله بنتكلم على مستوى التشريع، على مستوى المؤسسي، على مستوى البرامج، على كذا. في اهتمام جامد جدا بموضوعات البيئة. السيدات والسادة الحضور، إن أنا نأمل في مزيد من الإجراءات لحماية الموارد الطبيعية وتنميتها مع وضع أولوية المؤتمر هذا العام للتركيز على حماية وتنمية وإعادة الحيوية البيئية ريستوريشن للبحيرات المصرية. وزي ما كان بيكتبه أستاذي الدكتور مجدي إن وزارة البيئة بتشتغل على المنع. أنا بضيف على حضرته المنع والريستوريشن، لأنه إحنا في عندنا أكيوميتد بروبلمز موجودة في السيلمنت أو موجودة في المية أورجانيك لود عالي أو كده،
فلازم يبقى في برامج للريستوريشن لهذه البحيرات عشان نقدر نرجعها تاني للاحسن. وذلك من خلال تجميع الجهود السابقه. انا بتطلع كان في استاذ الدكتور مجدي كان عامل دراسه كامله على بحيره البرولوس، وفي دراسات اكثر من 30 دراسه ماجستير ودكتورات عملت على التمساح والمنزله وخلافه. فانا شايف ان احنا من خلال هذا المؤتمر، وانا مستعد اكون احد اعضاء الفكره اللي هطرحها على حضراتكم، احنا نعمل حاجه سلمي جدا، نعمل فاكت شيت عن الليكس المصرية، نجمع كل الريف اللي حصل على البحيرات المصرية ونقول الوضع الحالي وتداعياته والخسائر المترتبة عليه والوضع المطلوب والمردود المتوقع منه على كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. الأمر ده مهم جدا، وده احنا كان عملنا اثنين ايفنت، ايفنت عملها مع علوم البحار وزارة البحث العلمي، عندنا شرف شاركنا، ودي كانت تحت رعاية السيد وزير البحث العلمي والسيد وزير البيئة، وكان في تقريبا 25 في الكونفرنس، كان حاجه وطنيه عاليه جدا، اتكلم في موضوعات متعدده من حيث اتفاقيات دوليه ومن حيث حركه الكائنات البحريه، مش عايز اسميها الغزو زي ما هم بيسموها بره، لان هم بيتهمون انه في حصل انفيجن او غزو للكائنات من خلال من موضوع قناه السويس. عايز اقول ان في الكونفرنس 25 فبراير اللي فات بقياده الاستاذ الدكتور محمود رضا بشار ومجموعه معهد علوم البحار والعلماء المصري، الحمد لله تم عرض مجموعه من الابحاث والاتفاقيات الدوليه، وعملنا ديكلاريشن بيان يتقال في برشلونه، اعتقد يتقال النهارده او بكره، بيرد على اي كلام بيتقال بره من منظور علمي وليس من منظور الدفاع فقط، لا احنا لازم نرد على الناس واحنا واثقين من قدراتنا وواثقين كمان ان احنا بنتكلم على ابحاث علميه. الموضوع برضو بتاع البحيرات، كان عندنا جلسه تشاور خاصه بالاي اي بتاع قناه السويس الجديده، كانت يوم 4 مارس الحالي، والحمد لله كان بمنتهى الجرأه وانا كنت موجود وكنت بدير جلسه الحوار. احنا كان معانا صيادين وعندنا فلاحين وعندنا تجار وعندنا كل اطياف المجتمع المدني في الاسماعيليه او في النطاق الجغرافي لتنفيذ القناه الجديده كانوا ممثلين. حصل كونسنسس، حصل اجماع كامل على المشروع، لكن الصيادين كانوا متضررين، وهنا انا بضم صوتي اللي قاله الدكتور مجدي انه مجتمع الصيادين محتاج مزرعه، مش عشان يصطاد بس، لا ده من الناحيه الاجتماعيه، هو بيعمل ماركت، هو بيصنع شبكه، هو يصطاد سمك، الكواليتي بتاعته يمكن يبقى قد ايه، اي مشاريع تنمويه النهارده بتاثر عليه بالسلب ولا بالموجب، دول اهلنا ولازم ان احنا، وكان الناس يعني قالوا ان احنا بعض المناطق ما بتقدرش ننزلها، وده امر طبعا واجب ولازم كلنا نحترم الموضوعات الخاصه بتامين الاعمال اللي بتتم دلوقتي عن تامين المجرى الملاحي، لكن احنا ما بنقولها نعمل تنميه للثروه السمكيه على الضفاف او في اقليم قناه السويس، هذا المجتمع يجب ان يكون مدمج في هذه الخطه عشان نعوضه ما هو فقده في اطار الاستراتيجيه او الخطه القوميه للتنميه. والحمد لله احنا وعدناهم، والامر ده بقى كونسيدرابل جدا عند هيئة قناة السويس، وإن شاء الله هنبص لهذا الموضوع. أنا في الحتة دي أنا مش عارف أطلت الحديث الدكتور ولا كمل. أنا كنت في مهمة في كفر الشيخ وشفت بحيرة البرولوس، محطوط هناك أكبر مركز للدراسات الخاصة بزراعة الأرز في العالم، الدنيا كلها ابتدت تتعلم، وكفر الشيخ يونيفرستي في الجانب الآخر. والبرولس موجوده، وبعدين اسالنا رئيس الجامعه ان احنا بننتج 40% من ناتج السمك بتاع مصر في البرولس. طب ما يبقاش 60% ليه؟ طب الكواليتي بتاعته شكلها ايه؟ طب الناس اللي بتشتغل دي بتشتغل ازاي؟ فتخيلوا حضراتكم بحيره واحده ممكن تدينا، وده على طول بيخش تاني في البعد الاجتماعي، احنا بنتكلم على فقراء وغلاء وكلام وفرص عمل، احنا لو عملنا التنميه دي على طول احنا بنثبت ننزل بالاسعار بتاعت اللحوم البيضاء، بنثبت سعرها فبتدي فرصه بتنشر الناس تعيش في مستوى افضل فيما يتعلق بالسيفتي الفود سيفتي او الفود سكيورتي او كذا. فاحنا لازم عندنا امكانيات كبيره جدا لو احنا بصينا لها هنستطيع ان احنا نطلع منها موارد ضخمه جدا. السيدات والسادة الحضور، يجب ألا ننسى أنه جانب ما تصب إليه من حماية وتنمية لمواردنا المائية، فإنه يجب على مصر أيضا الالتزام والوفاء بما تضمنته
الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقية التنوع البيولوجي والأمم المتحدة للبحار واتفاقية برشلونة ومياه الصابورة والآي إم أو وخلافه. وده برضه تاني اللي أكده المؤتمر بتاع القدرة في ألبان الختامي. حيث أن الجهود المبذولة حاليا تتطلب المزيد وجهودا أكبر لتحقيق التنمية المنشودة للبيئات المائية ودعم وتقوية دور مصر السياسية. التزامنا بالاتفاقيات الدولية مش فقط أو التنمية اللي احنا بنتكلم عليها النهارده أو العرض السريع اللي عرضه الأستاذ الدكتور مجدي. ده مش بس علشان التنمية، ده بيقوي دورنا إن احنا بنحافظ على الفرصة الثانية اللي احنا بناخدها والتنوع.